أبدأ مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا النهاردة. طبعا معرض أدكس، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، واللي بدأ افتتاحه بالأمس بيستكمل أعماله النهاردة بمشاركة عدد كبير جدا طبعا من العارضين، الشركات العارضة، أجنحة موجود فيها كمية كبيرة جدا من المعدات العسكرية والدفاعية. الجناح المصري فيها كمان موجود فيه يعني معدات تصنيعية على أعلى مستوى بتشارك فيها مصر. كان في النهارده لقاءات كتيره عقدها السيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئه العربيه للتصنيع، وقال انه مصر تلقت اكتر من عرض، يعني في حوالي 50 عرض عسكري ومدني من شركات عالميه للتعاون مع الهيئه في مجالات التصنيع المختلفه، وانه في عدد كبير من الدول زي اوروبا وامريكا والصين وروسيا طلبوا التعاون مع مصر في يعني عدد من الصناعات العسكريه وبالشروط المصرية. هنتكلم أكتر عن المعرض في يومه الثاني والمميزات اللي بتجنيها مصر من تنفيذ هذا المعرض اللي هو طبعا بيعد الأول في مصر والأكبر والأهم في شرق ووسط أفريقيا. معنا على التليفون سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير يا فندم وأهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء النور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه انه طبعا تنظيم هذا النوع من المعارض بيعطي صوره ايجابيه جدا لمصر في الخارج، وكمان بيبرز المهارات والمميزات الدفاعيه والعسكريه اللي لدى مصر، لكن في كمان جانب اخر يمكن وضح النهارده من خلال طلبات عدد كبير من الدول ان هم يتعاونوا مع مصر في صناعات عسكريه. ايه اكتر ميزه حضرتك شايف ممكن نستفيد من المعرض فيها؟ والحقيقة المعرض بيحقق لمصر ميزة في مجالات متعددة. الميزة العسكرية طبعا تسويق استراحة لمصر، وفرصة المعرض ان انا الزائر اللي جاي بيقارن السلاح المصري بمنظومات تسليح عالمية موجودة في نفس المكان، لان هو من الطبيعي ان ممكن واحد يجي مصر لكن حتة المقارنة دي تاخد معاه فترة طويلة جدا انه هيزور اماكن متعددة، لكن كون الشركات العالمية موجودة في مكان واحد 373 شركة المقارنة سهلة جدا. وما بيلاقي المقارنة الحقيقة لصالح مصر من حيث الكفاءة، لان احنا واخدين تصديق او لايسنز ان احنا نصنع من شركات عالمية زي الفرقاطة مثلا جويندل طيارة الكي 8، فبالتالي انا مش بصنع بعيدا عن المعايير العالمية. ودي الحقيقة بتخلي السلاح المصري والتصنيع المصري ليه قيمته وليه وزنه في سوق السلاح عموما، وده اللي بيخلي طلبات عالية زي ما شفنا النهاردة. فأنا شايف ان دي قيمة عسكرية مهمة جدا، ما اقدرش افصل ابدا النقطة دي عن نجاح الجيش المصري وخبرته العالية جدا في الحروب التقليدية وغير التقليدية. انا بصنع ما هو فعلا انا بستخدمه، ودي نقطة مهمة قوي ما اقدرش افصل عن عمليات نجاح مكافحة الارهاب او التدريبات المشتركة. كل ده الحقيقة داخل جوه المنظومة وبتم تقييمه بعين عسكرية خبيرة. عندنا 10 وزراء دفاع، 7 رؤساء اركان، 8 وزراء انتاج حربي من دول اضافة لكذا عسكرية كتير. طيب انا الحقيقه طبعا بشكر حضرتك جزيلا، وبالتاكيد هيكون في متابعه مستمره لفعاليات المعرض في يومه الثالث غدا ويومه الاخير. سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، بشكرك شكرا جزيلا.